في مرأة قالت كلام جميل، كانت قالت أنا اتزوجت عشان أجيب أولاد أربيهم، جبت أولاد ربوني. صح حقيقة صح كلامك. أيوة نعم، لأنك أنت كل شوية تلقي أولادك طالعين بتصرفات مثلا ما أنت اللي ربيتيها، بس يعني بتلقي أنه المجتمع أثر، المدارس أثرت، فدي دي المشاكل حقت التربية أو صعوبات التربية بتواجه الأمهات. فبتلقي الأم دائما هي بتكون وضعت الأسس الأساسية أو المبادئ الأساسية للتربية وتابعتها ومتابعهم، لكن شوية كده بتلقي أنه لا المدرسة تدخلت، لا شوية الأصحاب، شوية كمان تربية الأولاد بتكون مختلفة عن البنات. البنات أيوة الأولاد بالذات لما يصل سن المراهقة أو يكبر شوية الستاشرات السبعتاشرات، بعد ده حتى لو أنت قلقك عليهم ما بفسروا أنه أنت قلقانة وأنت خايفة عليهم. تدخل في حياتهم. أنت يا أمي، أنا طفل صغير، أنت يا أمي، أنت يا أمي، كل شوية حدق لي، يعني انا بكون قلقانه. بعدين بتحتاجي قدام اصحابه هو اصلا دي قاعد نعملها يعني دي مشكله. لكن انت بتكوني قلقانه ما قدرت نومي. يعني انا صراحه في فتره من الفترات انا ما بنوم، يعني حتى لما هم يجوا الساعه 12 ما بنوم لما يجوا هم. نعم فبكون مقلقه. مسؤوليه يا دكتوره نجاه كبيره، يعني ربنا يعني خدتها هنا مسؤوليه جدا والله جدا. وسبحان الله يعني احنا بنستودع، انا دائما بوصي بقول الاستيداع. نعم فانت ما بتكوني دائما معاهم. يعني ما انت تراهم ونحن ما بنشوفهم. ايوه والله يعني سبحان الله، انت ما بتكوني دائما معاهم عشان تكوني متابعاهم، فبتستودعيهم الله من طلعتهم من البيت. دائما بنبيهم دعاء الخروج،